بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My book of English, middle school, year one, page 42. I learn to integrate. أتعلم للإدماج، أتعلم لأصبح أدمج المعلومات مع بعضها، أتعلم لأستطيع أن أستجمع المعلومات وأوظفها، أتعلم لأستطيع أن أندمج مع أصدقائي بالمعلومات التي اكتسبتها بأن أقدم لهم نفسي مثلا. You are a new member of your school blog group. Your new friends want to know about you. Introduce yourself. ترجم. أتعلم الإدماج معناتها ستدمج المعلومات السابقة في الصفحات السابقة. أنت عضو جديد في مجموعة بلوغ بمدرستك، يرغب أصدقاؤك الجدد في التعرف عنك. عرف نفسك. البلوغ مثل الفيسبوك، يمكن مدرسة تنشئ مجموعة فيسبوك وينضم التلاميذ إليها. يعتبر الفيسبوك مدونة، البلوغ والمدونة. المدونة موقع إلكتروني بمثابة مفكرة. عندما أقول بلوغ تايتل معناتها عنوان المدونة. I learn to integrate. أتعلم للإدماج. نقرأها بشوية هذه المعلومات. الهدف تاعنا هنا اللغة. عود معايا. You are a new member of your school blog group. Your new friends want to know about you. Introduce yourself. يمكن تشغيل الفيديو مرة أخرى لسماع التكرار. أنا لا أكرر، أنا أصنع الفيديوهات لكي لا أكرر. نقدم مثال على هذا التعبير. نقدم مثال. المثال هناك to write manually، لكتابة يدويا، لكي تكتب في كراسك تكتب بالكيرسيف، ولكي تكتب في الفيسبوك تكتب. كاين الأطاشي وكاين الديطاشي، كاين السكريبت وكاين الكيرسيف. السكريبت هذايا، ولهذا حضرت نسختين، حضرت نسخة بهذا وحضرت نسخة بهذا. To write manually، للكتابة يدويا. Hi everybody, I am happy to be member of the school blog group. My name is Karim, I am 11 and I live in Oran. I am glad to meet you all. بالنسبة للترجمة، تحية لكم جميعا، يسعدني أن أكون عضوا في مجموعة المدونات المدرسية. أنا اسمي كريم، عمري 11 سنة وأعيش في وهران. أنا سعيد بمقابلتكم جميعا. هاي، أقرأ معايا. هاي
everybody, I am happy to be a member of the school blog group. My name is Karim. I am 11 and I live in Oran. I am glad to meet you all. كريم. طبعا المعلومات هذه سهلة. علاه سهلة؟ كما هذه I am happy to be، وهذه منين جبتها انايا؟ member to the. اعطاها لك اصلا في السؤال، هاي وراها member of your school blog group. تكفى تحولها بهذا الشكل a member of the، معناتها ما تكثرش الهضره، ما تكثرش كلمات باش ما تقعش في الاخطاء. تعبير بسيط فيه معلومات بسيطه اوليه، لاننا في المقطع الاول. المقطع الثاني تطور التعبير، يزيد يكبر، وين تسكن، وش تشتي، الهوايات المفضله، الافراد، العائله. هذه كنديروها في المقطع الثاني والثالث والرابع. المقطع الاول تعبير بسيط مثل هذا، معلومات تجيبها من الصفحات السابقه، تدمج الصفحات السابقة. أنت الآن تدمج المعلومات التي تناولتها في الصفحات السابقة فقط. التمرين الثاني I work with my partners to introduce myself. I need knowledge, skills, attitude، معارف ومهارات والسلوكات. Lexes related to greeting، عبارات متعلقة بالتحية. Auxiliary to be in the present simple with I، المساعد أكون في الحاضر البسيط باستعمال الضمير الأول I. Present simple tense، الحاضر المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط. Personal pronoun، ضمائر شخصية. Possessive adjective، ضمائر الملكية. Propositions، حروف الجر، at، from، in. Numbers 1, 2, 3 شفناها في صفحة 29. Greeting تحيات. Introduce oneself، تقدم نفسك. Being polite، هذه منين نجيبوها؟ نجيبوها My Charter of Good Conduct، ميثاق للسلوك الحسن الذي تناولناه في الصفحات السابقة. Respect الاحترام. طبعا نحتاج الترجمة، نترجمه بهذا الشكل. أنا أعمل مع شركائي. I work with my partners. للتقديم نفسي احتاج الى to introduce myself I need. هذا الجدول يشبه لا بوات دوتيل عند في التعبير الكتابي بالفرنسيه، يعطوكم جدول لمساعدتكم على التعبير. هذا هو لا بوات دوتيل، جدول اللي يساعدكم في التعبير الكتابي. Lexes related to greetings، باج 12 صفحه 12 تعلمنا هلا وهاي، جود مورنينج، جود افترنون. Auxiliary to be in the present simple with I am. Present simple tense تعلمناها في الصفحات السابقة، هذه تلقاها في الصفحات السابقة، ما جبتهمش من عندي. I am Rania. My name is Rafik. I live in Batna. I love my city. هذه درناها في الصفحات السابقة. Le verb to be في present simple am و is. Le verb to live. Le verb to love. Personal pronoun I. Possessive adjective my. ضمير ملكية my. Les prepositions in، at، from. مثال على كل واحدة. I live in Adrar. I am a people at بن بولعيد middle school. I am from Algeria. Numbers. Numbers تعلمناها كذلك في الصفحة السابقة. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. تعلمناها في الصفحات السابقة. Greeting. Hi everyone. Hello my friends. Good morning madam. Introduce oneself. I am Rania. My name is Ali. I am Rafiq. شفناها في الصفحات السابقة، تحوس عليها بك تلقاها. بالنسبة للخانة الأخيرة شفناها في الصفحة 10. I greet my teachers and my mates. I listen to my teacher and my mates. I raise my hand before talking. Respect. I respect my teacher and my mates. انتهت الصفحة